السلام عليكم. أني أي دقتني شوكة قبل ما نقول أني معلش بدك تتحمل. شايفين لما بصور فيديو قديش بتغلب؟ شوف لي هالخشب هاد، شايف؟ وبتقول هيش خذ لك شوي وتسوي لك بريك شاي يا زلمة. أنت بسم الله الرحمن الرحيم نقزت عادي. بدي أقول لك شغلة، يعني أنت لويش بتدقر على كل إشي؟ لويش بتدقر على كل إشي؟ يعني الدنيا عيد، الواحد لازم ينبسط، مزبوط؟ مزبوط. من سنن العيد إنك تظهر البهجة، إذا بتنكد لويش؟ لويش بضلك بتنكد؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية، لويش بتدقر على كل واحد؟ واحد لابس احمر على اخضر، اللي يطلع شلون لابس احمر على اخضر؟ واحد لابس اصفر على برتقاني، يطلع لويش لابس برتقاني؟ اذا ليش عندنا احنا الشغلات هاي؟ ليش؟ عادي يا زلمه، والله لو تشوف هون بتموت من الضحك. تلاقي واحد لابس تنوره والبوط او الشوز شو اسمه تاع ركض، لو عندنا بفضحوها فيضحك عليها. عادي يزم الدنيا عيد يزم، ما حط لك شو اسمه، انبسط يعني افرح، حتى لو في شوية حزن من الأيام السابقة، يعني الدنيا عيد. لا تنكدش على اللي حولك، قول لهم كل عام وانت بخير. حط لك هيك، حط لك طلال شبول مجوز صعيدي، والله أنا بحب الصعيدي، الأغاني الصعيدي بحبها والموسيقى اللحن الصعيدي بحبه. أنا هيك طبعا ما بدري ايش انت بتوافقني ولا ما بتوافقني، عادي طبيعي جدا. انت توافقني وافقني، كيف توافقني وافقني. انا والله بحب يعني الموسيقى، موسيقى اللهم صل محمد، الموسيقى الشعبيه، الموسيقى الشعبيه بحبها، الصعيديه بكيف عليها، والحرانيه طبعا، تراثي التراثي والشامي بشكل عام. يزن بعدين عادي، يعني مش كل شيء تدقر عليه. واحد حتى كلمة مشيل وياها، الدنيا عيد حتى بدون عيد يزن. ومش كل شيء بدك إياه زي ما أنت بتفكر أو زي ما بتحسب له وبتخطط له، ما بتزبط الشغلات زي هيك، ما بتزبط يا عمي، ما بتزبط. يعني مثلا واحد مكتوب عاد لك مسج بيقول لك يا زلمة ليش ما ترد علينا؟ يا زلمة احنا سولفنا بالموضوع، هو اللي قادر ارد على كل واحد؟ مليون رسالة يا زلمة، عادي. معناته اني مش شرير يعني ولا متكبر ولا هالشي. يا زلمة اني يلا فاضي اجمع حطب واعمل شاي، يعني بدي وقت للشاي نص اليوم وانا اساوي شاي. اي زلمة راعي مشاعري انت وراعي ظروفي، هاي مزحة. المهم يعني لا تدقروش على بعض كثير. تعال يا جري، هاي اجى القط، تعال 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 تعال، خلينا تعال 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 شيلك، تعال تعال تعال. هاي هاي القط جري، اجى الاخ جري
يا زلمه تعال خليهم يشوفوك. شوف هذا هو. هاي جري يلا روح روح اقعد اقعد يا زلمه. اقعد تبدنا الكاميرا هالساعه. تعال بتون هون هون خلاص ما بدهوش. اجى الاخ جري سمع صوتي اجى لعندي. جري فهمان يعني بقول لك ليش اسمه جري يا زلمه. ليش اسمه توم؟ ليش ما اسمه توم؟ عشان توم كان هو القط بتوم اند جيري يا زلمه. هيك اهله مسمينه. شو بدي اسوي؟ عادي في ناس يعني بني ادمين اسمهم جري وعايشين يعني معناته مش شو الفار. هذا اهله مسمينه جري. شو بدي اسوي؟ اقول له ايش سمينه جري؟ قالوا لي اسمه جري. انا كنت افكره بنت يعني انثى قصدي. طلع جري. شو بدي اسوي له؟ جري جري يا حي الله بيه. جري ميري كيري ميري شو بدي اسوي له؟ ايوه قاعد ها متلبد. على كل حال يعطيكم العافيه. حبينا بس نسلم عليكم. الدنيا حمك يعني مليح بس الجو. غيرنا ماي للعصافير والاخ جري اجى يقعد هون. بقول لك بنبسط هو يتفرج على العصافير. يعني ما بهجم عليهن، ما عمره شفته هجم عليهن، بس بنبسط بشوفتهن. ما بدريش اذا اله في حركات واني مش عنده، اما بنبسط. بقول لك بتسلى بشوفت العصافير القط. يعني اذا ما اكل على القليل بشوف شغله لايقه قدامه. ونفس الاشي وانت اذا ما استفدت من هالفيديو على القليل شفت لك شغله لايقه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.